هناك استعارة شائعة جدا نستخدمها عندما نريد التعبير عن الصمت الشديد والمخيف لمكان ما أو شخص ما، حيث نقول صامت صمت القبور. لكن هذه القصة القادمة من العراق تزعم أن صمت القبور ليس حتميا. في منطقة فايدة في محافظة دهوك العراقية تدفق المئات من الأهالي خلال الأيام الماضية إلى إحدى المقابر. ما السبب؟ تداول أنباء عن صدور أصوات تشبه الطرق من داخل أحد القبور. بحسب الرواية التي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية، فإن ابنة المتوفي ادعت أنها سمعت صوتا قويا من قبر والدها كأنه شخص يطرق الباب محاولا الخروج، وأبلغت عن هذه الأصوات مع العلم أنه مر 40 يوما على دفنه بعد تعرضه لسكتتين دماغيتين وهو لاجئ سوري في الستينيات من العمر. الشرطة بعد بلغت الابنة تحركت إلى المقبرة وطلبت إذنا قضائيا بفتح القبر، لكن قاضي المدينة رفض فتح القبر مؤكدا أنه لن يسمح بذلك مطلقا. شاهدوا الفيديو. انتشار هذا الفيديو وروايات أثار تفاعلات كثيرة وتوقعات وتفسيرات مختلفة على مواقع التواصل. هنا على إكس عاصم علق وقال: لا إله إلا الله، والله شيء غريب، معقول عايش بعد 40 يوم؟ أيضا أبو تميم التميمي علق وقال: شيء مؤسف، نحن في هذا العصر ولا زال هناك سذج وجهلة يمكن خداعهم بسهولة. أما أبو عوض فعلق وقال: ما أستبعد شيء بعد اللي قعد 2 أو 3 أسابيع تحت الأنقاض وطلعوه بتركيا، والطفل اللي في درنا ليبيا مدفون في الطين والتراب وكان حي، كيف كان يتنفس في الطين وتحت التراب؟ ماجدة تقول: دام قبل 40 يوم مات وشبع موت، أو شبع موت حتى لو اندفن وهو حي. مشاهدين علم النفس كان له رأي وتفسير لهذه القصة والحادثة، فيقول الخبير النفسي جمال فرويز لإحدى المواقع الإخبارية أن سبب لجوء الفتاة إلى هذا الفعل هو تعلقها الشديد بوالدها، وأكد أن حالات التعلق الشديد بين الآباء والأبناء تدفعهم إلى عدم تصديق فكرة وفاة الأب. يدعم ذلك الموروث الشعبي الذي يؤمن بوجود أحياء داخل القبور. أخيرا مشاهدينا، بالرغم من تفاوت ردات الفعل بين مصدق ومكذب، يقول البعض فتح القبر هو الحل الأنسب لقطع الشك باليقين بالنسبة للابنة ولقطع الطريق أمام تحول الحكاية إلى خرافة. ما رأيكم أنتم؟ لو كان لكم حكم في القضية ماذا ستقررون؟